حلقتنا هالأسبوع من The Stage عن فنان ما بيشبه غيره، لا بشخصيته اللطيفة ولا بصوته الحنون، الفنان سمير يسبي. ويلي ويلي شحط من المدرسة قبل ما كان يقعد يدقدق كل وقت على الطاولات ويغني ويرندي. قديش كان كإنسان رومانسي؟ لا على حسب اخباره هو ما بكذب هذا الزلمه، بفتكر انبلب بكتب يا قعدات حلوه ومحطات لامعه بمسيرته. عمل انتشار عالمي بغياب الانترنت، كان يفوت يسجل مره ويضل ماشي كامل ومتكامل. فنان دون جوان، الفنانين مع احترامي للكل، صوت رائع وجبلي يا محلى الجبليه. كان عنده خصوصيه بتقديم الموال، مش هدي حليت الزلان. كيف علمك المواويل؟ قلت لك بالمشيات. مش معقول. اسال ولحظات صعبة عاش مع الوجع والمرض. قدي كانت صعبة على سمير يسبك صاحب الحنجرة الذهبية إنه يخسر حنجرته بفترة المرض؟ ولا نهار تزمر. اسمع حيالة غنية للبابا اهرب، ما اسمع. بس لإيدي بقول لي سامحيني على كل شيء. مهما تغيب رح تبقى يا سمير مدرسة للفن بعيون البشر. مش رح تبقى الحالة هيك، بكرة بيفرجها الله. كان في عندي عقله. The Stage الجمعة 8:30 المساء على LBCI.